انا ما تجوزت داري مشاعر حدا. صلى عم تجهز لشهر العسل من قبل ما تتجوزوا بسنة زمان. انا ماني جاهز للسفره. اوكي لحين بس تكون مبسوط بعدها بنسافر. قبلاني بكل شيء. شو صاير لهيك رايقه؟ شو عم بتحضر له بالمقابل؟ اتركي علي، انت بس اهتمي بجوزك ويسو وخليه مرتاح على الاخر. اخر الليل وكلت محامي لحتى افتح دعوه لتحديد المسألة. ما فهمت. انا ابنك. يوميا بعد الاخبار على الام تي في.